عندك مش بيسألك أحيانا أو غالبا أنا أعمل إيه مع الغلاء ده، مع ارتفاع الأسعار، مع المشاكل دي كلها؟ هل دي مشكلة عندك في دايرتك، ولا بتستطيع أنك تقنع المواطن بما تفعله في مجلس النواب؟ والله هو في مقدمة حضرتك فعلا النائب بيواجه أو المواطن بيواجه النائب والحكومة، أو بيلقي جام غضبه على مجلس النواب والحكومة الاثنين مع بعض. الاثنين يعني مع انت بعض، متفق معايا في ده؟ بس بنسب، بمعنى إن النواب هم اللي في مواجهة الناس. يمكن الحكومة ما بيقدرش يلقي على وزير أو على رئيس حكومة ما وجها بيشوفوش لوجه، ما أولا، بيشوفوش. ثانيا بيقول مش أنا اللي جبته، إنما أنا اللي جبت تمام، الناخب اللي أنا فعشان كده هو انتخبته يعني. النائب في مواجهته مباشرة. فإحنا أي قرار بيتاخد في الحكومة أنا بعتبر هذا ومجربه، لأن أنا ساكن في قلب دايرتي، حركتي كلها في قلب دايرتي. فبالمواجهة على طول مباشرة بين المواطن وبين النائب. وبعدين دايما الناس بتجد اللي بتقدر تحمل عليه او تقدر تواجهه او تقدر تساله قدامها، فبيبقى كل الحوار معاه. طبعا هنقول في مشكله الغلاء ومشكله الخدمات و النائب النهارده في مصر، ودي ثقافه شعبيه، ان النائب ليس تشريع ورقابه زي ما احنا دايما متمسكين وبنقول، ولكن النائب خدمات، والنائب هو المواجه زي ما قلت حضرتك للمواطن. وبالتالي يمكن مسألة الخدمات دي بتضغط كتير على التشريع والرقابة، سواء كانت خدمات عامة في الدايرة أو خدمات حتى شخصية للمواطن. وبالتالي دايما محطوط النائب في بين مطرقة وسندان، بين مطرقة الحكومة إن مفيش موازنات ومفيش استجابة للطلبات، حتى زي ما كنا في عهود سابقة. يعني احنا في دورات سابقة، يمكن كنت أنا أشرف بدورة 2000 و2005 مع الأستاذ محمد البدرشيني، كانت في يعني نوع كده من الليونة شوية من الحكومة مع النائب، كانوا بيدونا فرص عمل مثلا. كان كل وزير بيدينا فرصة عمل كل سنة اسمها فرصة وحيدة. دي ما بقاش لها وجود. طبعا وما بقاش لها وجود ليه؟ احنا متفاهمين هذا كنواب، لأن الجهاز الحكومي أو موظف الحكومة أصبح 6.5، ما يقارب 6.5 مليون موظف بيلتهموا ميزانية الدولة، 218 مليار أجور ومرتبات في 2015، النهارده زادوا 42 مليار واحنا في 2017. فالمساله طبعا لا تحتمل ان واحد يعين موظف في حكومه. فخلاص بقت طلبات الناس، انا عايز اعين ابني، انا عايز. طبعا ده من حقهم، وده يعني الناس بتبقى متوسمه في النائب، لان ما بتلاقيش غيره يتكلموا. فمتوسمه في النائب هذه الخدمات. بيجي اي حد، احنا طبعا شايفين وعايشين في وسط الغلابه، عايشين في وسط الناس. عمليه ارتفاع الاسعار دي، يعني انا ما اقدرش زي ما حضرتك بتقول في السؤال، ان انا ما اقدرش اقنع واحد واقول له طب بس معلش، طب استنى شويه، طيب ده المساله دي كلها فلوس بتطلع من جيبه ما بتجيبش احتياجاته، بيطلع ال 10 جنيه او ال 50 جنيه او ال 100 جنيه ما بتجيبلوش حاجه. فهو طبعا مهما كنت حضرتك عندك قوه اقناع، طيب لا تستطيع. بس السؤال هنا يا استاذ احمد، وده يعني هساله ايضا له، بس المواطن هنا هيقول لك طب ما انت ساعدت الحكومه في ده، بمعنى انه المجلس النواب يستطيع ان يفرغ من الحكومه، مجلس النواب يستطيع انه يرفض ما تمليه احيانا الحكومه من سياسات اقتصاديه اللي ادت للغلاء وارتفاع الاسعار، سواء القيمه المضافه اللي ادى الى ارتفاع كبير في اسعار ما انت وافقت عليه، بيان الحكومه ما انت وافقت عليه، كل ده ما الناس هتقول لك ما انت السبب، ما انتوا كلكم اللي جعلتم سكين الحكومه تذبحنا بهذا الشكل. يعني هو طبعا مش هنبقى احنا السبب، لان احنا بنبقى قاريين الواقع. بمعنى انا لما يجي لي قانون قيمه مضافه او تجي لي بيان حكومه بوافق عليه، انا ما بوافقش عليه لمجرد بمجرد الموافقه، او ان انا هوافق او ارفض، ولكن برضه انا بشوف الحال. يعني انا النهارده مثلا قرار تعويم سعر الجنيه، انا وافقت عليه، بس وافقت عليه ليه؟ لان انا دلوقتي واقف على ترعه او على بحر وصلني المشاكل فيه والازمات لحد نصي. لو انا استنيت شويه، انا الموج عمال يجرفني على جوه، ممكن كشعب او كدوله اغرق. طب ما المواطن بيغرق. ما هو احنا كلنا مع بعض، ما احنا مواطنين في الاصل. ولكن انا النهارده لو استنيت، انا المشكله بتتفاقم معايا، ولازم بقى ان انا افرمل. وللاسف ان احنا حظنا السيء ان احنا اللي طلب منا المواجهه دي، بنواجه واقعنا. فلما نيجي نواجه واقعنا عايزه شجاعه وعايزه صبر وعايزه احتمال، قوه احتمال
سواء من النائب او من المواطن. لان انا النهارده لو فضلت ماشي بنفس السياسات ونفس الطريق والاسعار والدولار كذا والاسعار ماشيه كويس وحلوه، انا عمال كل شويه اتعمق في الغرق.